نشوفوا أسوام الخضرة والغلة والدواجن وغيره والغلة مع لطفي الرياحي مباشرة من الماتشي سنترال تونس العاصمة. شهية تدعم المقدرة الشرائية للعائلة التونسية بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية تقدم لكم بوان مارشي. سي لطفي الرياحي صباح النور في اليوم التاسع من شهر سيدي رمضان، إن شاء الله الأسعار تبدأ ترجع شوية. صباح الورد، صباح الفل، تحية ليك سامي، تحية سي محمد والفريق العامل معاكم، إن شاء الله نهاركم زين ورمضانكم مبروك. كل عام أنت بخير. ها تحسنت شي شوية الأمور اليوم نهار التاسع؟ الأمور نهار التاسع بدأت في استقرار الطبيعي نتاعها نتاع غلاء الأسعار. الطماطم ب 2500، بالتنجية ب 1600، الفقوس 8750، القرع بوتوزينة ب 2450، المعدنوس ب 700، الفلفل ب 4400، البطاطا ب 1850، الكرافس ب 700، البصل الربعي ب 1800، عندك جلبانة ب 5000، الفول ب 2600، البسبيس ب 1800، السفنارية ب 2000، الكرنب ب 1300، اللبس ب 1300، السبناخ 3000، السلق ب 600، الجنارية بالفيل الحمراء ديك بالفيل، البروكلي 1300. بالنسبة للدواجن، الدواجن حافظ على الاستقرار نتاعه فيما يخص الدجاج الجاهز الطبخ 8700، حارة العظم ب 1480، السكالوب 17790. بالنسبة للخضر نلقاو هنا دقلة فراك 6000، دقلة فروع 12500، التفاح الجويز ذاك الصغير ب 4500، القارص 5600، الموز مازال ما ركحش السوم نتاعو، الفراوله 8400، البرتقال تمصان ب 4800. هذه اهم الاسعار، البرتقال الماطي 3500. نمشيو للحوم الحمراء اللي نلقاوها محافظه على نسق التصاعدي نتاعها 39500، اللحم البقري كيف كيف محافظ على نفس الأسعار 36 دينار، الحم بقري بالعظم 22. هذه أهم الأسعار في مارشي العطلة. لا يكون في عون الزوالي، الله يكون في عون. ما فهمتش أنا معناتها بالأسعار هذه، معناها أبو العائلة مسكين، معناها اللي يخدم واللي ما يخدمش راهو أقل من 40-50 دينار فقط. معناها هذه تجاوزت كل التقديرات، حتى أنت سيرت في معناتها حتى كيف تحددوا كل عام القفة أو الاستهلاك متاع العائلة التونسية الأربعة من الناس في شهر سيدي رمضان، يظهر لي بالأسعار هذه فما تجاوز كبير. سيرت في صحيح فما تجاوز كبير، فما الثقل كبير على كاهل العائلة التونسية. نحن هنا باسلوب معناتها فيزع حساب كما نقولوا حساب عربي، 15 غله، قلت 15 خضره، 20 غله، 15 لحم، فهمتني باش تلقى بين 55 و 60 دينار، شويه ماء شويه قزوز شويه سحور، فهمتني باش تلقى الحسبه طالعه. قلت لي ما تنساوش تاع الصغار، شو ما ننساوش خي كابت اللي غرت طارت لوينو، معناها قعدنا نحكيو على الحليب الازرق المدعم، وشوفوا في كعبة الياغورت وين ماشي طالع الفوق. هذا الغلاء اللي قاعدين نعاني فيه، وهنا ديما نرجع ونقول راهو الكلام هو بيدو، راهو حدنا في الاقتصاد الاجتماعي التضامني، حدنا في كيفية القضاء على الوسيط اللي قاعدين يطلعوا في الأسعار. هنا الفلاح متضرر والمستهلك متضرر، يلزم نلقاو صيغه ولي ملاء حتى في وسط مرشي الجرو، يلزم نحطوا ديكاري، نحطوا فضاءات خاصه بالاقتصاد الاجتماعي التضامن، راهو مهم. الفلاح ما يلقاش روحه، راهو كي نشوفوا نحن في الفلسه نتاع مرشي معناتها كيفيه دخول مرشي الجرو، الهبات هو اللي يمشي مرشي الجرو. كي نعملوا كاري نتاع اقتصاد اجتماعي تضامني، يولي الفلاح تعاضديات الانتاج تولي تصب غاديك في السلعه نتاعها، يتصب السلعه نتاعها تلقى اول حاجه اريحيه، تلقى اسواق معقوله، وتلقى سوم يوصل للمستهلك معقول في ربح معقول. كي تلقى هبات وقشار وزوز ثلاثه يدين، بتلقى اسعار راهي خياليه
وما تلقاش حاجه مناسبه للدخل اللي نتاع المواطن التونسي. واضح سيدي، بارك الله فيك. علاش احنا في شراكة معكم أنتم في تعضدية الاستهلاك، في منظمة تونسية لإرشاد المستهلك، من أجل أولا الهدف الأساسي نشر الثقافة تاع وأنه كيفاش هاو الاقتصاد التضامن والاجتماعي، شنو اللي نجموا يقدموا، كيفاش نجموا ننخرطوا فيه، ثم وأنه ما عندناش الآن وهنا بديل آخر على الاقتصاد التضامن والاجتماعي، فما قانون يستناو في النصوص الترتيبية إن شاء الله في الأيام الجاية اللي يحكموا فينا يفهموا أنه الحل أو ينجم يكون بديل وموازي معناتها للاقتصاد الريعي اللي موجود اليوم، فما الاقتصاد التضامني والاجتماعي اللي نسكل تطلع رابحة. شكرا، بارك الله فيك، كنت معنا. الله يخليك، كنت معنا في بوان مارشي. شهية قدمت لكم بوان مارشي بالشراكة مع المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك والاتحاد التونسي لتعاضديات الاستهلاك. شهية أحنا البنا. وذن القفة بعد لحظات كلمونا وهزوا معنا، وذن القفة اللي نتمنى أن توصل إلى مستحقها. مرحبا بكم نسي كل كابوتشينو ترجع.